بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوان، فيديو جديد، وهذا الفيديو خاص بجدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة 2020-2021، واللي هي تبدي يوم الأحد 4/7/2021. اللغة العربية وراها اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء والفيزياء، ومثل ما واضح عندكم محذوفة الإسلامية والاجتماعيات والأحياء. ملاحظات: إذا صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحان فينقل الامتحان إلى اليوم الذي يليه. يعني اليوم إذا صادفت عطلة بنص الامتحانات، يا امتحان بيوم العطلة يتأخر لليوم الوراء، ويترتب الجدول أيضا على نفس المسافات ونفس يعني يزحف الجدول لليوم الآخر. إذا صادفت عطلة هذه النقطة الثانية، يبدأ الامتحان الساعة 7 صباحا حسب توقيت المحل مدينة بغداد داخل وخارج العراق. هذا مهمة جدا، بحيث أنه أنت المفروض تطلع من وقت للامتحان، ويعني مثل ما تلاحظون أنه تقريبا بعد شهر، شهر ويومين تبدأ امتحانات. فلذلك لازم يعني تعتمدون مراجعة منظمة لكل المواد الدراسية، وإن شاء الله تسيطرون عليهن لأنه المواد قليلة، وأيضا عندكم يعني كل بين يوم ويوم للامتحانات، فيصير عندك وقت مراجعة. النقطة الأخرى اللي أريد أنوه عليها أنه يجب التركيز على أسئلة الكتاب لكل المواد، لكل المواد أسئلة الكتاب، لأنه أكو توجيه أنه تكون الأسئلة تعتمد على أسئلة الكتاب أو فكرتها أو ما يشابهها من أسئلة، يعني مو تجي نصا وإنما ما يشابهها من أسئلة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. لا تنسون لايك للفيديو والاشتراك بالقناة، لأنه راح إن شاء الله ننزل الأجوبة النموذجية لكل مادة كل يوم وراء الامتحان مباشرة، يعني وراء ساعة أو ساعة ونص وراء الامتحان إن شاء الله تنزل الأجوبة النموذجية على هذه القناة. في أمان الله.